مشاهدي قناة عقارة يونس خليفة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد ومنتوج جديد، نتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه ينال إعجابكم ورضا ديالكم. اليوم جينا أعزائنا المشاهدين، حبينا أننا نشارك معكم أحد الشقق الجميلة والمتميزة اللي كاينة في مدينة تمارة، وكتواجد بطبيعة الحال هذه الشقة في إقامة الربيع، إقامة المحروسة كيف ما كتشاهدوا معنا، إقامة للقيقية والموقع الاستراتيجي. كتواجد هذه الإقامة هذه شارع الكريم الخطابي أو ما يعرف شارع 51. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن هذا المنتوج هذا ينال إعجابكم ورضا ديالكم اعزائنا المشاهدين. غادي نبدا معكم من الجريده ديال هذه الاقامه هذه اللي كتواجد كيف ما قلت لكم في شارع عبد الكريم الخطابي شارع 51 اقامه الربيع، موقع استراتيجي وموقع قريب لجميع المرافق اللي يمكن الانسان يحتاجها في الحياه اليوميه ديالو. غادي نشارك معكم شقه جميله، مساحه ديالها زوينه، والثمن بطبيعه الحال غيكون ان شاء الله ثمن مميز وثمن ان شاء الله همزه بحكم الموقع ديال هذه الشقه هذه. بقاو معنا اعزائنا المشاهدين، غادي نطلعوا ان شاء الله للشقه ونشارك معكم التفاصيل اللي يمكن لكم انكم تسالوا عليها. وهذا أعزائنا المشاهدين هو المنتوج اللي حبينا أننا نشاركوه معكم في هذا الفيديو. هذا شقة متميزة ورائعة وجميلة، نتمنى من الله سبحانه وتعالى أنها تنال إعجابكم والرضا ديالكم. مساحة ديالها معتبرة، موقع استراتيجي، والثمن إن شاء الله جد معتبر، الثمن مميز، الثمن ديال العيد إن شاء الله. حفظكم الله أعزائنا المشاهدين. نبدأ معكم من المدخل الرئيسي كيف ما عودناكم، وحنا كنجولوا في الشقة أعزائنا المشاهدين نعطيكم على معلومات اللي يمكن لكم أنكم تسألوا عليها. هذا هو المدخل الرئيسي أعزائنا المشاهدين، شقة معتبرة، شقة المساحة ديالها أعزائنا 66 متر، كتواجد في الطابق الثاني في عمارة R بلس 2، وهذا راه إقامة، إقامة ديال الربيع كيف ما قلنا لكم. مع المدخل كيف ما قلنا كنلقاو هذا السجول هذا على اليمين ديالنا، وراه كما غتشوفوا في البلافور راه كاين فرق ما بين السجول والصالون في القبص، وهذا هو الصالون ديالنا. التهوية كيف ما كتشوفوا راه ما شاء الله الصالون عندنا خمسة ديال الشراجم ما شاء الله، عندنا الواجهة الغربية والواجهة الشمالية، يعني عندنا الشميشة وعندنا التهوية بطبيعة الحال. بالنسبة للموقع كيف ما قلت لكم أعزائي المشاهدين، موقع عبد الكريم، شارع عبد الكريم الخطابي، شارع استراتيجي، المواصلات كاملة كدوز منا، طاكسيات كبار طاكسيات صغار والطوبيسات بطبيعة الحال. بالنسبة للمحلات التجارية أي حاجة بغيتيها، يعني موقع استراتيجي، الموقع اللي يمكن الإنسان أي حاجة بغاها في الحياة اليومية ديالو يمكن له يلقاها. هاد الشقة هادي أعزائي المشاهدين كتكون من صالون وسيجور كيف ما شفتوا معنا، وجوج ديال الغرف وجوج ديال الحمامات، حمام بوحدو وطواليت بوحدها، وهذه ميزة صراحة كتكون مزيانة. بطبيعة الحال أعزائي المشاهدين هاد الشقة هادي وهاد الإقامة هادي راها فيها الكراج ديال السيارة، وبطبيعة الحال هاد الشقة هادي راه عندها الكراج، عندها حق في الكراج ملكية مشتركة. وهذه ميزه بطبيعه الحال في هذا الشارع هذا، لان هذا الشارع هذا بحكم انه عامر يعني استراتيجي وفيه مواصلات بزاف وفيه يعني فيه طوموبيلات كيدوزوا بزاف، ما يمكنلكش انك تلقى فين تركن السياره ديالك. والحمد لله في هذه الشقه هذه راه كاينه الميزه وكاينه المكان ديال السياره ديالنا بطبيعه الحال في الكراج. عندنا السانديك في هذه الاقامه، الثمن ديالو تقريبا 100 درهم، فيها الاناره وفيها الجارديناج وفيها بطبيعه الحال الميناج ديال الدروج. وهذا هذا هو المطبخ اعزائي المشاهدين، وكيف ما كتشوفوا راه اصحاب الشقه يعني راهم علينا يرحلوا، لهذا كتشوفوا هذه الشقه هكا. والحمد لله راه المساحه معتبره، صبغر يلاه تصبغات هذه الشقه هذه. لا كويزين راه جات مربعه كيف ما كتشوفوا معنا، التهويه بطبيعه الحال عندنا، موقع استراتيجي اعزائي المشاهدين، مساحه معتبره والثمن ان شاء الله غيكون مناسب. ثمن أعزائنا المشاهدين 48 مليون قابلة للتفاوض، أعزائنا المشاهدين 48 مليون، مساحة ديال 66 متر، في إقامة محروسة، إقامة فيها الكراج ديال السيارة بطبيعة الحال، الموقع اللي استراتيجي راه ثمن معتبر أعزائنا المشاهدين، ثمن زوين وشقة راها معتبرة، عندها ثلاثة ديال الواجهات، عندها الواجهة الجنوبية والواجهة الغربية والواجهة الشمالية، يعني عندنا الشميشة وعندنا التهوية. هذه غرفة النوم الرئيسية. جات بالبلاكار ديالها كيف ما كتشوفوا معنا اعزائي المشاهدين، وكنعتذر منكم راه اصحاب الشقه هذه راهم كيجمعوا الرحيل ديالهم، بغاو ان شاء الله يرحلوا من هذه الشقه هذه، لهذا كتشوفوا الرحيل بحال هكا. اما الشقه راه يلاه تصبغات، يلاه كملت في الصباغه غير هذه السيمانه، الدروج معتبر، الزليج اللي في الارضيه معتبر كذلك، شقه نقيه ما شاء الله، والمساحه كيف ما قلت لكم راه 66 متر، والثمن راه 48 مليون وقابله للتفاوض، الثمن راه مناسب اعزائي المشاهدين بحكم الموقع، الناس ديال الساكنه ديال مدينه تماره راهم عارفين الموقع اللي كنهضر عليه، موقع هذا الشارع عبد الكريم الخطابي، اللي ما عرفش شارع عبد الكريم الخطابي راه هو الشارع 51، الشارع اللي معروف شارع 51. هذه غرفه نوم ثانيه
كيف ما كتشوفوا معنا بلافو الصباغه كلشي داكشي نقيقي، الزلاجل في الارضيه كذلك حتى هو راه معتبر. شقه صراحه غايه في الروعه والجمال، مساحه معتبره، وكيف ما شفتوا معنا الجريده يعني يمكن الوليدات يخرجوا باريحيه الحمد لله ما نخافوا عليهم والو. هذا هو الحمام ديالنا اعزائنا المشاهدين، نحاول جاهدين اننا نجيب لكم المنتوجات اللي ترضيكم، نحاول جاهدين اعزائنا المشاهدين اننا نجيب لكم المنتوج اللي ترضيكم. هذه الشقه من بين الشقق اللي معروضه في القناه ديالنا، نتمنى انها تنال اعجابكم والرضا ديالكم. كذلك اعزائنا المشاهدين اللي عنده شي منتوج وبغى حب انه يبيعه عن طريقنا، فسنكون سعداء بطبيعه الحال اننا نساعدوه في البيع ديالو، وباذن الله الرحمن الرحيم يكون في اقرب وقت ان شاء الله. بحكم الحمد لله العلاقات ديالنا الطيبه مع الناس، وبحكم الناس اللي كيتشقوا فينا، هذا الامر هذا يسعدنا ويفرحنا. للتذكير اعزائنا المشاهدين، شقه كتواجد في مدينه تمارا، شارع عبد الكريم الخطابي او شارع 51 قديما، المساحه ديالها 66 متر، كتواجد في اقامه الربيع، الاقامه المعروفه، اقامه جميله والمتميزه. كتواجد هذه الشقه هذه في الطابق الثاني في عماره ار بلس 2، عندنا 6 ديال السكان فقط في هذه العماره هذه. كيف ما قلت لكم مساحه 66 متر، الثمن 48 مليون قابله للتفاوض بعض الشيء، شقه متميزه والثمن راه معتبر الاخوان الاعزاء، الثمن راه زوين مقارنه مع الفينيسيو، راه مصلوحه هذه الشقه هذه كيف ما كتشوفوا معايا، وكذلك الثمن راه مناسب والموقع راه استراتيجي، اي حاجه حبيتيها راه غتلقاها قريبه لهذا الشارع هذا، شارع عبد الكريم الخطابي، شارع اللي ما شاء الله نقي ومعروف بطبيعه الحال، ومن حيث الساكنه راه الساكنه ما شاء الله كيف ما قالوا لي اصحاب الشقه الحمد لله عمرها دار. بالنسبه للفري ديال السانديك راه قلت لكم 100 درهم، فيها الاناره، فيها الجارديناج، فيها الفامب ميناج، هذا الشيء اللي كاين. نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان هذا المنتوج اعزائنا المشاهدين والمشاهدات ينال اعجابكم. الى حبيتوا انني نبيع المنتوج ديالكم، اي اخ او اخت بغى يبيع المنتوج ديالو، فنحن راه الاشاره. كذلك كنطلب منكم انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل ما هو جديد. نتمنى من الله سبحانه وتعالى يبلغكم عيد اضحى ان شاء الله سالمين غانمين، حفظكم الله ورعاكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.